اهلا بيكم مشاهدينا في فقره جديده من فقرات ذا دكتورز. عايزه اقول لكم من اكتر الناس اللي بتعاني في فصل الشتاء او سيزن الشتاء عامه هي الناس اللي عندها التهابات في الجيوب الانفيه. الناس دي بتبقى ماشيه عاملين زي السنسرز، من اقل حاجه بيتاثروا، من اقل حاجه بيتعبوا. ولا قدر الله لو احنا اهملنا في الموضوع شويه، او ممكن نقول كبرنا دماغنا شويه، او خلينا الموضوع يبقى ليه عواقب كتيره، ممكن يبقى فيه صعوبه في التنفس، ممكن لا قدر الله الموضوع يوصل لاكستريمز انه يبقى فيه انعدام للرؤية، أو عواقب كتيرة جدا مش حابة أن أنا أتكلم عليها في الانترو عشان ما خوفش حضرتكم. بس اسمحوني الأول أرحب بالقيمة العلمية الموجودة معايا النهاردة في استوديو ذا دكتورز، اللي هيعرفنا بالتفصيل إيه مشكلة التهابات الجيوب الأنفية، إزاي أقدر أن أنا أحلها بطريقة بسيطة جدا وبتقنيات لأول مرة هتسمعوها هنا في برنامج ذا دكتورز. برحب دكتور أحمد الشريعي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، عضو الجمعية الأمريكية لجراحة الأنف والأذن، رائد أحدث تقنية عالمية لعلاج الجيوب الأنفية. اهلا بيك يا دكتور احمد، ومنور شاشة اكسترا نيوز. الله يخليك، اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. اول حاجه بقى نعرف الناس كده تعريف مبسط ايه التهابات الجيوب الأنفية. هو طبعا انا احب اعرف ايه هي الجيوب الأنفية. ايه هي الجيوب الأنفية؟ هو طبعا الجيوب الأنفية هي عباره عن تجاويف عظميه اوكي داخل الجمجمه، تمام، وربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان يدخلها هواء، وعشان يبقى وزن الراس خفيف، وعشان نبرة الصوت ومخارج الألفاظ تطلع سليمة، تمام. فالمفروض ان التجاويف دي بيدخلها تهوية، تهوية عن طريق فتحات داخل الأنف. الفتحات دي لو قفلت بتتمنع التهوية عن الجيوب الأنفية، تمام، وبالتالي تبدأ تحصل التهابات ومشاكل الجيوب الأنفية. هو أنا عندي بس مجسم بسيط هنا. إيه بقى ده؟ ده التجويف الأنفي من الداخل، تمام. التجويف الأنفي فيه ثلاث قرنيات أنفية أوكي في الجدار الداخلي للأنف، تمام. في فتحتين، فتحة قريبة وفتحة بعيدة. الفتحة القريبة دي فتحة التهوية للجيوب الأنفية، تمام، اللي بتدخل هواء، توزع هواء للجيوب الأنفية، أوكي. والفتحة الأخيرة دي مسؤولة عن إيه بقى؟ فتحة قناة ستاكيوس اللي بتدخل تهوية للأذن الوسطى، تمام. أي مشاكل في الأنف، أحيانا نزلات برد، أحيانا إنفلونزا، حساسية، حاجات المفروض تبقى شكلها بسيط. الفتحات دي لو قفلت تبدأ تحصل مشاكل في الجيوب الأنفية، وتبدأ تحصل مشاكل في الأذن الوسطى، أوكي. فكل التركيز إن الفتحات دي تبقى مفتوحة باستمرار. ده التارجت بتاعنا او الهدف بتاعنا بالظبط كده. طب ايه اسباب بقى؟ يعني في ناس كتير هتقول هو انا مثلا ممكن يكون الموضوع ليه مثلا عامل وراثي، ان العيله كلها عندها قابليه لحاجه زي كده، ولا دي حاجات مكتسبه، ولا ده مع مرور الزمن؟ ايه الاسباب بالظبط؟ هو طبعا في اسباب وراثيه وفي اسباب مكتسبه. اسباب الوراثيه عندنا حساسيه الانف، اوكي، في ناس بتبقى مولوده بحساسيه الانف. في عندنا كمان عيوب خلقيه في الانف، اوكي، اللي عندنا انحراف في الحاجز الانفي. دي كلها حاجات جيناتك، عوامل وراثيه، تمام. العوامل المكتسبه بقى الاتربه والغبار البيئه اللي احنا عايشين فيها، او المحيط اللي انا عايشه فيه، البيئه الملوثه، يعني صح. بتبقى عوامل مساعده لتهابات الجيوب الانفيه. طب انا مثلا كبيشنت، انا كمريض، ايه الاعراض اللي اول لما احس بيها احس ان دي ناقوس خطر ولازم زياره للدكتور على طول؟ طبعا هو العرض الاساسي الصداع المتكرر، اوكي، خصوصا في منطقه الجبهه. ما احنا عايشين بقى على المسكنات يا دكتور احمد، وهنقعد نتلاشى خالص. دي مشكله، دي مشكله حقيقيه. فالصداع المتكرر، انسدادات الانف المتكرره، افرازات من الانف كتير، تقل الراس، عدم التركيز، دي كلها من اعراض الجيوب الانفيه. على فتره قد ايه مثلا الاعراض دي كلها تفضل مستمريه معايا عشان اقول ان في مشكله؟ يعني صداع فتره قد ايه؟ الحاجات دي كلها، يعني لو الصداع طبعا يستمر لمده شهر مثلا، اكتر من عامل، اكتر من عامل يكونوا مجتمعين مع بعض، أوكي. يعني مثلا صداع مع انسدادات في الانف مستمره، تمام. كل شويه يجي له صداع، كل شويه يبقى فيه بالظبط كده انسدادات في الانف. احيانا برضو بتسبب شخير، تمام، الجيوب الانفيه، اوكي. فلو الموضوع ده اتكرر يبقى لازم، يبقى ده ناقوس ان في التهابات في الجيوب الانفيه، تمام. لازم اعرض نفسي على الطبيب المختص علشان ما نتعرضش بعد كده لمشاكل ومضاعفات الجيوب الانفيه. طب لو انا اهملت يا دكتور احمد، ايه اللي هيحصل؟ يعني اول مرحله ايه اللي هيحصل لي انا كمريض؟
هو طبعا في طبعا الجيوب الانفيه ممكن التهاباتها تنزل على الصدر وعلى الشعب الهوائيه. أوكي. وتسبب التهابات مزمنه في الشعب الهوائيه والرئتين. ممكن التهابات متكرره في الاذن الوسطى. الاذن الوسطى بالتالي ممكن تاثر على الاذن الداخليه وتسبب فيرتايجو اللي هو عدم الاتزان. مراحل بقى اللي هي يعني المتاخره قوي ممكن تسبب يعني خراج في المخ. ده في الاكستريم كيسز. ممكن تسبب خراج في المخ. طب احنا قلنا في الانترو ان النهارده هنعلن عن احدث تقنيه عالميه موجوده عند حضرتك فقط، وهي غسيل الانف. اي دي. تمام. هو غسيل الانف هي تقنيه معروفه من نقول من قديم الازل. اوكي. اللي هو استخدام المحلول الملحي. تمام. للانف. بدايه كانوا المرضى بيستخدموا محلول ملحي ويستنشقوا بيه. الامريكان بقى طوروا التقنيه دي وعملوا حاجه اسمها نوتي بوت. إيه دي بقى؟ يحطوا فيه محلول ملحي. تمام. يمرروا المحلول الملحي من فتحه. تمام. وينزل من الفتحه الثانيه. وبالتبادل بقى مع الفتحه الاخرى. اوكي. ده بيعمل عمليه المحلول الملحي، فوائده رائعه للاغشيه المخاطيه للانف. هي بتبقى كده، البروسيس بيبقى شكلها عامل كده يا دكتور. هنا اوبرا وينفري بيعملوا التقنيه في امريكا. أوكي. بيمرروا محلول ملحي من فتحه وبيخرج من الفتحه الثانيه. اوكي. وهكذا، والمريض بيحس بتحسن بدرجه عاليه يعني. في وقتها يا دكتور ولا بعدين؟ لا مش في وقتها، لان هو مفعولها تراكمي. مش بيحصل يعني لازم اعملها كذا مره؟ أوكي. وعلى طول. دي عادة مثلا في البيت ولا انا لازم دكتور تحت اشراف طبي؟ لا، هو طبعا دي تتعمل في البيت، بس التقنيه بتاعتنا احنا التقنيه الامريكيه دي اللي بنحافظ عليه، يعني بنحافظ على النتائج. أوكي. بتاعتنا بعد كده. ممكن نستمر على القصه دي. تمام. احنا التقنيه بتاعتنا استخدمنا الاي ان تي يونت، ده جهاز موجود في مستشفيات كبيره. الجهاز ده بيديني خواص يخليني اطور تقنيه الغسيل، اللي هو خاصيه السبراي. أوكي. فبقدر ارش المحلول الملحي في الانف في كل التجويف الانفي، وبالتالي اخد الكومبليت اكشن بتاعه للانف، الماكسيمم بنفيت او احسن حاجه ممكن اخدها من التقنيه دي، اعلى حاجه ممكن اخدها بالظبط كده. وبعدين بيوفر لي خاصيه السكشن. دي بقى التقنيه اللي احنا بنتكلم عليها يا دكتور. خاصيه السكشن أو الامتصاص. بقدر اخرج كل الكونتنتس الموجوده في الساينس. اوكي. فصديد وافرازات ومخاط اللي هي بتسبب الاعراض بقى، الصداع وتقل الراس والحاجات دي. فونس المريض بيعملها بيحس بالفرق 180 درجه في الحال. طب دي مده الجلسه قد ايه بقى؟ هي 10 دقائق. تمام. هو طبعا احنا طورنا التقنيه دي في الرياض، في المركز الرئيسي في الرياض، مركز دكتور احمد ابنمي. وهو دكتور احمد ابنمي طواق لكل حاجه جديده في الطب، ودعمنا في التطوير التقنيه دي، واصبحنا منفردين على مستوى العالم بالتقنيه دي بفضل الله. الشكر طبعا. وانا في ناس كتيره جدا هتسالني دلوقتي، طب انا عملت الجلسه دي وخلصتها واخدت النتيجه اللي انا عايزاها، لازم امشي مثلا على كورس علاجي معين عشان احافظ على النتيجه دي ولا لا؟ هو بالظبط، احنا بعد التقنيه دي بنمشي على كورس علاج لمده اسبوع. اوكي. بس بنستمر بقى مدى الحياه على البخاخات الملحيه. والبخاخات الملحيه دي المفروض مش للمريض بس. أوكي. حتى السليم. ليه بقى يا دكتور؟ لان البخاخ الملحي ده ملوش اي سايد افكت خالص، ملوش اي اعراض جانبيه خالص نهائي. تمام. وكله فوائد. يعني بيساعد انه يغسل التجويف الانفي، بيطهر التجويف الانفي، اي احتقانات بيزيل الاحتقانات تماما. تمام. بيساعد انه يفتح فتحات تهويه للجيوب وفتحه التهويه للاذن الوسطى. فانا بنصح ان كل الناس يستخدموه. طب برضه هو هيبقى في ايد حد، يعني هو مش مريض، هو مش محتاجها، هو شايف ان هو مش محتاجها. تمام. انا هستخدمها كحد سليم مش بيعاني من التهابات الجيوب الانفيه، كام مره بقى وبيختلف ازاي عن المريض؟ هو بيستخدمه اللي هو اي عدد من المرات، لانه محلول ملح طبيعي ملهوش ما فيهوش كيميكالز. مش دواء يعني، مش ادويه. فالمريض لما بيستخدمه، او مش المريض حتى السليم، بيحس التنفس احسن. اوكي. كميه الاكسجين اللي بتدخل الجسم وبتدخل نقيه جدا. وكميه كبيره، كل جسمه يستفيد من الاكسجين الزياده ده. تمام. المناعه تزيد. التركيز يزيد، الحيويه تزيد. فانا بنصح كل الناس يستخدموا البخاخ الملحي زي فرشه الاسنان كده يوميا. اوكي. بخاخ الملح يومي. تمام.
طب في ناس كتيره بتقول طب ايجيبت كلينيك، هل الموضوع بس واقف عند جزئيه الانف والاذن والجزئيات دي ولا في تخصصات تانية؟ بالنسبه للمركز عندنا هو المركز في جلديه وتجميل، اوكي، وفي باطنه وفي اطفال. واحنا بنحرص كمان في التخصصات اللي في المركز ان احنا نجيب كل جديد في الطب ان شاء الله يعني. طب انا عندي بقى جزئيه انا عايز اسال عليها، مثلا انا مش بيشنت وانا شايفه ان انا ممكن عادات غلط بعملها بعد ما اخد الاوتكم او النتيجه اللي انا عايزاها ممكن ابوظها في عاداتي اليوميه العاديه، ممكن بعد لما حل المشكله التهابات الجيوب الانفيه بهذه التقنيه وحافظت عليها ومشيت على الكورس العلاجي، اللي في عاداتي اليوميه العاديه ممكن اكون بعمله غلط يبوظ لي النتيجه دي تماما؟ هو طبعا اهم شيء ان احنا لازم ننتظم على البخاخ الملح يوميا. احنا دي لازم كلنا ننتظم عليها، مريض او سليم. بالظبط كده. نحرص برضو على الـ يعني نحاول يبقى فيه بيئه نظيفه جميله. بيئه تبقى يعني ما يبقاش فيه روائح نفاذه، ما يبقاش فيه اتربه نتعرض ليها، ما يبقاش فيه حاجات الروائح المنظفات برضو بتبقى خطيره جدا، بتبقى صعب لما الفريجرنس بيكون كتير جدا. فبننصح ان يبقى في ماسك لو في تعرض للمنظفات المنزليه والحاجات دي. اوكي. طب في سؤال بقى من الامهات يا دكتور احمد بيقولوا طب انا اعتني بطفلي او صحه طفلي لو هو عنده مشكله زي دي، انا كأم هشوف الاعراض دي ازاي؟ انا دلوقتي انا مش حاساها بس انا عايزه يبقى في اعراض معينه تقولوها لي من واحد مثلا لخمسه، اخلي بالي اذا كان ابني او بنتي عندهم مشكله التهابات الجيوب الانفيه. بيبقى في انسدادات في الانف، الطفل دايما بيتنفس من بقه، بيبقى في افرازات انفيه كتير، ممكن بيبقى في صعوبه في التنفس. اوكي. فهنا يبقى في اشاره ان في حاجه مش مظبوطه، يبقى لازم نتعرض للانف والاذن على طول. لازم على طول. طبعا. من سن قد ايه مثلا يا دكتور احمد؟ هو مش مرتبط بالسن او بظهور المشكله؟ لا، بظهور المشكله حتى من سن يوم او يومين. لان يعني الطفل لما بيتولد الدكاتره بينصحوا بقطرات الملحيه لمده 3 4 ايام 5 ايام. أوكي. وبعد كده بيهملوا القصه. لكن هو المفروض ان الطفل يمشي عليها على طول. طب احنا تنظيف. ليه ما عندناش الجزئيه دي يا دكتور احمد؟ يعني احنا ما عندناش جزئيه العنايه دي او ثقافه العنايه دي. مشكله. دي مشكلة. وهي احنا لازم يبقى عندنا مشكلة أساسية إن احنا رايحين الطوارئ علشان نعالج مشكلة معينة. هو طبعا يعني هو احنا بنحاول ننشر الجزئية دي. طبعا. إن من هو طفل لازم يبقى فيه عناية يومية. ده حقيقي. ده حقيقي. والتوعية الطبية برضو يعني في إهمال بدرجة عالية في التوعية الطبية. يعني المفروض الطفل على طول بقى قطرات المية والملح، ولما يكبر بخاخ المية والملح زي فرشة السنان كده على طول. أوكي. وخاصة الطفل، إن الطفل ما بيقدرش يخرج حاجة من دي حقيقة حيره. هو ما عندوش برضو الكنترول أو التحكم الكامل في الموضوع. صحيح. فبتبقى مشاكل الأطفال أكتر، ولذلك لازم الطفل على طول يوميا قطرات المية والملح، ونشفط له الإفرازات اللي بتتكون جوه. يعني عشان التقنية دي أنا ممكن أستخدمها على طفل من غير اي مثلا اثار جانبيه، ولا الموضوع هيبقى صعب شويه عشان هو طفل؟ لا هو مش عشان هو طبعا، لان الطفل بتبقى كل حاجه فيه صغيره. فبيبقى صعب ان احنا نطبق عليه التقنيه دي. بس هو ممكن الام نفسها تستخدم البخات الملحيه. أوكي. وفي شفاطات صغيره للانف ده او للبيبي عشان تنظف انفه باستمرار. طب هل في ناس معينه، اخيرا انا عارفه ان انا يعني بستفيد بالجزئيه دي، هل في ناس او نوعيه من المرضى هقول لهم ما ينفعش معاكم التقنيه دي؟ بالظبط كده. هو في مرضى بيكون وصلت الحاله معاهم لمشاكل بقى لحميات. أوكي. عنده مشاكل اخرى مزمنه. لازم تدخل جراحي عشان نشيل الحاجات الزايده دي. عشان ندخل بالتقنيه بعد كده. الحديث بقيه، وانت نورتني النهارده وبشكرك على وجودك معانا يا دكتور. اهلا بيك. بشكرك. شكرا جزيلا. اهلا بيك. اهلا بيك. بشكر دكتور أحمد الشريعي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، عضو الجمعية الأمريكية لجراحة الأنف والأذن، رائد أحدث تقنية عالمية لعلاج الجيوب الأنفية. نورتني يا دكتور أحمد. شكرا جزيلا. أهلا بك. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، أشوفكم على خير إن شاء الله في رعاية الله.